إذن تحية من جديد أجدد الترحاب بكل مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء أينما كنتم في كل مكان، مباشرة من ملعب الفروسية بمدينة بني ملال. والحدث مقابلة فتيان فريق رجاء بني ملال ضد فتيان فريق حسنية أكادير برسم بطولة الفئات. المقابلة انطلقت قبل لحظات قليلة من الآن، والنتيجة ما زالت التعادل السلبي بالصفر لمثله بعد مرور 4 دقائق من بداية المقابلة. إذن تشكيلة فريق رجاء بني ملال يدخل برقم 28 حارس مرمى سفيان أمزيل، رقم 4 عبد الرزاق زحال، رقم 36 أنور أكداي، رقم 8 آدم العقاوي، رقم 2 آدم إتش الملالين، رقم 15 إلياس فرج، رقم 70 وليد الخلوفي، رضا باودي، رقم 13 ادم زمايزه، رقم 97 محمد الضعيف، رقم 7 ورقم 77 شمس الدين. لتشكيله فريق رجاء بني ملال بطبيعة الحال. الكرة يعني مازال
تلعب أغلبية الوقت في وسط الميدان. مشاهدينا متابعينا الكرام دائما أخذ ورد بين الفريقين، وبطبيعة الحال بناء الهجمات. كرة عند فريق رجاء بني ملال دائما. Come on.
بعد مرور 15 دقيقة بالضبط ربع ساعة مازال التعادل السلبي. دائما الكرة تلعب في اغلب الاحيان بوسط الميدان. Thank you.
غادي غادي دودي غادي غادي دودي غادي عبد المور قال لك شنو عبد المور راه هو تسكلا يلا Hold up, hold up, hold up!
Anwar! 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 Anwar!
Thank you.
هيا هيا هيا
Yeah.
يلا 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 يلا